تليفون كابتن شوقي غريبة. كابتن شوقي مساء الفل. أهلا، مساء الخير. ازيك استاذ ابراهيم؟ ازيك حضرتك؟ ازيك كابتن شوقي، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، والله كله بخير الحمد لله استاذ ابراهيم. عرفت النهارده انه في مستجدات، وانه حضرتك النهارده كان لديك جلسه مع السيد وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، هذا الرجل المحترم الذي لديه من المسؤوليه متابعه الجميع الحقيقه، واهتمامه كمان بملف المنتخب الاولمبي واضح للكل. اعرف من حضرتك النهارده ايه اللي دار؟ لا، هو كانتش النهارده. لا، امتى؟ كانت امبارح؟ كانت في جلسه مع الدكتور اشرف، وكان موجود مجلس اداره الاتحاد. ايوه. واحنا كنا عرضنا البرنامج. ايوه. واتكلمنا على موضوع البرازيل بالذات، وخاصه يعني ان انت بتلعب مع فرقه كبيره. يعني زي ما انت شايف يا ابراهيم، القايمة بتاعتهم والأسماء بتاعتهم أو اللعيبة اللي موجودة هي لعيبة 23 لعيبة، كلهم محترفين، كلهم محترفين، لعيبة بيلعبوا في أوروبا. إحنا كان هدفنا برضو إن إحنا يعني إزاي نبدأ نغير الطموح اللي عند اللعيبة والطموح اللي عند الجهاز كمان. يعني خلينا نكون صريح، إحنا بقى لنا السنة اللي قعدناها ديت ما كانش في طموح وقف عند الكل. أيوه. عند الكل، لأن إحنا كنا طالعين من بطولة، إحنا بطل أفريقيا عندنا بعد 7 شهور او 6 شهور الاولمبيات مباشره على طول. ايوه. فكان طموح كبير، كل الناس كانت بتجري عليه، كل الناس عايزه تروح بسرعه للمكان ده. وبعد كده لما حصل الكورونا بدا كل الناس تقف، يعني تصب في الحياه كلها في النشاط الرياضي وكده. فبدا كل الناس الطموح اللي عندها يعني يهدى. يقل ويهدى. كنا ازاي نقدر نجدد الطموح تاني؟ فنجدده بحاجات قويه تخلي الاقبال على العمل سريع، لان كل اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي بتتكلم في 7 شهور. 7 شهور عندك الدوره الاولمبيه، او 8 شهور عندك الدوره الاولمبيه ان شاء الله. فلازم باذن الله تكون تخش وانت بطل افريقيا، فلها مسمى تاني ولها نظام تاني ولها شغل تاني يا ابني.